السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي متابعين قناة بيت الريفي للدواجن والزراعة، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية. اليوم حلقتنا عن طريقة زراعة الخيار، كيف بدنا نزرعه وشلون الطريقة الصحيحة والوقت المناسب لزراعته. قد بإذن الله المقطع ما طويل، إن شاء الله كل عام وأنتم بخير بقدوم شهر رمضان المبارك، إن شاء الله يكون مبارك علينا وعليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية. أصدقائي هي بذور الخيار، هي بذور الخيار، هي أنا اشتريتها جاهزة من عند العطار، وبإمكاننا نحن نأخذ الخيار من البذور. هلا لا تعتبوا علينا زيادة من الصيام إنه صايمين يمكن يطلع بعض الأخطاء. أصدقائي هي البذور، أنا هي البذور معقمة، هي شارية جاهزة، يعني بإمكاننا نحن نأخذ بذور من ضمن الخيار من ضمن الثمرة نفسها. لا في عندي حلقة، أنا راح أسوي حلقة تانية كيف بدنا نستخرج الثمرة، شلون الثمرة الصح اللي بدنا نأخذ منها البذور. هلا بالنسبة لطريقة زراعة الخيار، المقطع ما طويل كتير، إذا عجبكم أصدقائي لا تنسونا من الاشتراك والإعجاب. زراعة الخيار هو الخيار زراعة صيفية، أنا هدول الثلاث حبات خليتهم من العام الماضي مشان نسوي عليهم حلقة هذا العام، لأنه هلا عندي أنا لسه بكير لزراعة الخيار لحتى بدي أقيم الفول لحتى أزرع الخيار، ولكن نحن سوينا حلقة هلا مشان بعض المناطق بعض الدول بيكون فيها صار موعد الزراعة. هلا موعد زراعته هو بالصيف، نحن عندنا بسوريا موعد زراعته بالشهر الرابع ومنتصف شهر الرابع. بعض الدول مثل المغرب العربي او السودان او العراق بيكون بالشهر الثالث ومنتصف شهر الثالث. هلا اهم شيء هي البذره اصدقائي على الاكتاف مشان ما تصلها مي ويصيبها تعفن. بنحط البذره هيك وبعد متر بين البذره والثانيه لازم يكون، بنحط البذره الثانيه وهي البذره الثالثه بالاخير. أصدقائي هذا الخيار بياخد مساحة كبيرة. هي البذرة أنا جبتها بذرة اسمها بذرة أمريكية، هي بتاخد مساحة منيحة. هلا بعض الأشخاص بيحطوا الزراعة أنه الخيار متسلق، هو الخيار غير متسلق، الخيار هو لازم يمتد على التربة لحتى ينجح ويصح. نحن في بعض المقاطع شفتوها أنتوا بالصين أو باليابان أنه حاطين الخيار رافعينه للأعلى. أخي الصين واليابان بيساوي شو ما بده، ولكن نحن طريقة الزراعة الصحيحة هي زراعة هذه زراعة على التربة ولازم يتمدد على التراب كلياته. أنا برجع بذكركم هي زراعة صيفية، نحن بسوريا بنزرع بين الشهر الرابع لمنتصف شهر الرابع. بعض الدول اللي ذكرت لكم إياها كالسودان أو العراق أو المغرب العربي عندهم ارتفاع حرارة أكثر من عنا من بداية الثالث لمنتصف شهر الثالث. وبالنسبة للري، أول ما نقوم بزراعتها بدها ري مباشرة، وإذا كان ما في تساقط أمطار نهائيا بدها ري، هي كل أربعة أيام بنقوم بريها. ولكن نقطة مهمة لازم نزرعها نحن على الأقل. ست حلقتنا إن شاء الله ما نكون طولنا عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.